فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جعل العمدة في الصلاة هو حديث المسيء صلاته، هل يكون مقتدياً ومصلياً صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث ليس فيه بيان لكامل الأركان ولا الواجبات لكاملها كما هو المعروف من مذهب الأحناف؟ يقول: هذا حديث المسيء فيه بيان الصلاة المجزئة، فيه بيان الصلاة المجزئة، وأما الصلاة الكاملة فهذه لا بد من الرجوع إلى الأحاديث الأخرى الواردة في الصلاة وتضاف إلى حديث المسيء لتتكامل صفة الصلاة الكاملة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.